بأعالي هذه الجبال الشامخات وفي هدوء وسكون تربض هذه البلدة الطيبة العذراء. بني ورتيلان منبع العلم والمعرفة، موطن العلماء والمثقفين، مدينة تؤرخ لفكر زاهر نابع عن ثقافة دينية أصيلة تجسدت في المعالم الإسلامية التاريخية كالزوايا والمساجد التي تنتشر كاللؤلؤ المكنون بين مداشرها. أينما جلت ببصرك في أرجاء هذه المنطقة الساحرة تتراءى لك بيوت الرحمن شامخة في الأعالي. تتميز بني ورتيلان بالانتشار الواسع للمساجد بها، منها ما هي قديمة قدم تلك المداشر والقرى المرصعة في قمم الجبال، من بينها آثار ما تبقى من هذا المسجد العتيق الذي يحكي مرحلة من مراحل تاريخ القرية. مسجد هذا مسجد الدشرة تاع الشوف، ومبني تقريبا من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، قديم جدا، مرمم عدة خطرة، وراكم تشوفوا يعني الحالة تاعو وين وصلت. كامل مازال فيه دي فيستيج، مازال فيه يعني آثار. دونك والدور تاع المسجد في أي مسجد في المنطقة تاعنا هو عنده أدوار عدة. الدور الاول مثلا تعليم القران، الدور الثاني بار اكزومبل الصلاه، الدور الثالث مثلا يلم تجمعات اللي نسميوه تجمعات هنا في المسجد اللي يفريوا المشاكل تاعو بكري، اللي يقروا على بار اكزومبل مثلا على الحارث، على الحصاد، على كذا، جميع المشاكل تاع الدشره تفرى هنايا بار اكزومبل التجمعات هذيك اللي تكلف بها. مثلا وراكم تشوفوا ثاني المكان تاعو وين جا، دائما بكري يبنيو في الكريت، يبنيو في الاماكن العاليه، هذا اللي صار باش يحرس، باسكو تجمعت هذيك دائما فيهم ثلاثه ولا اربعه شيوخ كبار يريحوا هنايا. الكوريدور هذا في الصيف، في الصيف ولا ميم في الشتاء يسير دو بريو نتاع الولاد كي يخرجوا ما يتشمخوش، ولا في الصيف يقيلوا هنا. وميم طو هنا الكوريدور هذا كما قلت لك يسير داتولي، هذا هذه هي الورشه. انتقل أهالي المنطقة إلى أسفل المدينة أين بني المسجد الجديد لأداء الصلوات. غير بعيد عن بلدية بني ورتيلان تقع قرية تيغيلت إمرعان، والتي تعني الكف الصغير في المراعي. رانا في دوار غبولة دايرة بني ورتيلان، وبني ورتيلان معروفة بالعلم تاعها، بالعلماء تاعها. على سبيل المثال الشيخ يحيى حمودي، الشيخ المولود الحافظي، الشيخ الحسين الورتيلاني، الشيخ الفوضي الورتيلاني، الشيخ سعيد أبهلول، الشيخ عبد الله زعبوط، الشيخ محمد أمقران، الشيخ المولود هوشار، عندها شيوخ كثيرة. لأن منطقة فقيرة يعني في المنتوج الزراعي إلى آخره، ولكن غنية في العلم، في تعليم القرآن، في المساجد، في الثقافة إلى آخره. تحتضن
تعتقد هذه القرية الصغيرة واحدا من أقدم المساجد بالمنطقة، وهو مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في شكله الصغير صغر أغلب مساجد المنطقة. هذه المنطقة وعلى غرار كل مناطق الجزائر وأخص بالذكر مناطق القبائل، لا تكاد تجد قرية إلا وتجد فيها مسجدا، ويختارون المكان الأعلى، يختارون كل قرية لو تنظر ترى كل قرية تختار المكان الأعلى، مكان استراتيجي للمسجد. لماذا؟ لأن القرية ترى أن المسجد هو أفضل من بيوتهم. وجاء فوق الدشرة في هذه، تكلمنا قبيله على المزايا هذه نتاع فوق الدشرة. اولا باش يرعى الدشرة كلها تكون على درايه، ثانيا عندما المؤذن يؤذن جميع الديور يسمعوه، جميع الناس يسمعوه بما ان جاء من فوق. ثانيا اعز حاجه عند أهل القرى هنا هو المسجد، ذاك لازم يديروه فوق راسه. حي على الفلاح، حي على الفلاح، من جوس الدرس هي سمي يستالين ذاك الدرس سمي دوس عن مجانا يستاليهم من جوس هي، ومن بعد شوية شوية يكماسي يسعد الدرية يسعد الناس زاد شوية كان بلان الجامع خلي دي قارن بلي الجامعية سجوارة مدردر نقدر تخدمن حد يقار ذهن حد يقار ذهن. ومن بعد كان الصباح وفند السيسان مغزن وفند صورة السيسان نبنان نعلي ما راه ما صحني كي تقار اخا كي تقار ايه كنا كاينش لا كي تقار الجدود من زاد. ومن بعد تدارت من بعد كوماسي تشمعور تدارت قال لنا تدارت يركزن تدارت هي سعر كزن يركزن مزال. يحتل المسجد رقعة ليست بالكبيرة، فهو مسجد مربع الشكل يخلو من الأعمدة إلا اثنتان منها تتوسط قاعة الصلاة، نوافذه مطلة على الجانب الشرقي للقرية. في هذا المسجد بالذات كما ترون إنه مسجد صغير، ودائما المساجد الصغيرة تمتاز على عكس المساجد الكبيرة، تمتاز بالهدوء وتمتاز بالأخوة وتمتاز بالتعاون خاصة في مساجد القرى على غرار مساجد المدن التي يكثر فيها الغريب. أما من ناحية المجتمع نجد في هذا المسجد على غرار كل القرى، أظن 5 قرى أو 6 قرى مررت عليها في خدمة المساجد، تجد أغلبها أو إن لم نقل كلها في خدمة الإسلام أولا وفي المسجد ثانيا. لماذا؟ لأن الكل ينظر إلى المسجد كما قلت بداية أنه البيت الأول للأمة، البيت الأول الذي تنطلق منه كل الفعاليات وكل النشاطات.
رغم صغر حجم المسجد، إلا أن دوره الديني والروحي والاجتماعي واضح أثره في تلقين تعاليم الدين الإسلامي وتعليم وتحفيظ القرآن والمحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، فهو أكبر من أن تسعه الجدران أو تحده المسافات. هذا هو الدور المسجد. واش حكم بار اكزومبل الاسلام حتى لدروك غراس المساجد والزوايا والطرق، طرق هما اللي حاكمين الدين، هما اللي وعاو، هما اللي قراو، هما اللي رباو المساجد والزوايا، هما اللي رباو خلاو يعني الاسلام واقف، وخلاو اللغه العربيه واقفه ولو بحشومه، مي هما لعبوا الدور كبير. لو ما المساجد هادو والزوايا نوليو كل قهور وخلاص عليكم، ولكن حكموا الدين تاعهم ورباو على الدين تاع على الدين تاعهم، قراو على الدين تاعهم. ومثلا في ذاك الوقت حتى الشرع ما يروحوش للشرع تاع فرنسا، تجمع حتى ذيك اللي تفري المشاكل تاعهم باش ما يروحش القوري، ما يكونش عرضه اللي الاستغلال ولا حاجه. بالنسبه لهذا المسجد احنا على بالنا بلي عنده تاريخ كبير، عنده خرج ائمه كبار راحوا لتونس، كاين مشايخ قراوا هنا ولاو ائمه في بلايص واحد اخرين، دونك تحتمت علينا نكملوا واش خلاو الاولين. اليوم يعد المسجد جامعا لأهل القرية وزوارها، وهم يتجاذبون أطراف الحديث عن تاريخ العريق ويتحاكون عن تاريخ المنطقة وعلمائها بين جيل قضى نحبه وجيل ينتظر.